Aw, animals. قطة العائلة تنقذ طفلا من كلب هجم عليه. الكلاب ساعدت الإنسان في الكثير من محنته، فهي تنقذنا عندما نكون في ورطة، وتساعد الأعمى على معرفة الطريق، وحتى أنها تحارب معنا ضد قوى الشر، لكن ليس بعد الآن. بإمكانك رؤية الطفل ذو الرابعة جيرمي ترينتافيلو وهو يلعب في الفيديو عندما تسلل الكلب من خلفه وقام بعض رجله. وهنا يأتي دور تارا القطة التي لا تهاب التوقف أمام كلب هاجم، فقامت بإيقاف هجوم الكلب. ثم لتلحق بها الأم، جرحت رجل جيرمي بشدة وتم تخطيبها. تم حجز الكلب وسيتم إعدامه لاحقا خلال أيام حسب الخطة.